نحن على أبواب افتتاح المدارس. 8 الشهر أعلنت وزارة التربية افتتاح المدارس. اليوم في قلق، وهذا القلق هو طبيعي يكون عند الأهالي وعند الأطفال بعد انقطاع دام لعدة أشهر قضوها بالصيف وبالزيارات وبالأنشطة، وخاصة الأطفال بدهم يدخلوا لأول مرة للمدرسة، يعني بيعاملوا الأول، هدول بيكونوا كتير متعلقين بأهاليهم. أكيد يا رشا، يمكن هي القلق والخوف هو حالة طبيعية عند الأطفال وتحضيراتهم للمدرسة، ولكن هذا الشيء ما لازم نخليه يأثر عليهم وعلى تحصيلهم الدراسي. عم نحاول كتير بهي الفترة نركز شو هي الطرق الصحيحة اليوم لحتى نخلي طلابنا وأطفالنا مستعدين للعام الدراسي الجديد. قد ايه مهم ندعمهم نفسيا ومعنويا، تفاصيل كتير مهمة رح تخبرنا عنهم ضيفتنا اللي صارت معنا ضمن الاستوديو، دليدا هشام جبارة، دكتوراه بالإرشاد النفسي. صباح الخير. صباح الورد. أهلا وسهلا فيك. صباح الخير دكتورة، وأهلا وسهلا بحضرتك. اليوم نحن هيك بخلينا نقول بداية تهيئة مرحلة جديدة لحياة أطفالنا اللي بدهم يدخلوا جديد على المدرسة ولا كانوا منقطعين خلال فترة الصيف، نحن كيف لازم نبلش معهم هي الفترة؟ هلا الاستعداد للعام الدراسي، بداية العام الدراسي الجديد أمر كتير مهم من الناحية النفسية، بيضمن بداية عام دراسي وبيضمن عام دراسي كامل جيد وناجح، بيأمن للطفل، بحقق عند الطفل أو الطالب التوازن النفسي إضافة للاندماج الاجتماعي وتحسينه الأكاديمي. الشخص أو الطالب المستعد نفسيا بيخف عنده حالة القلق، كل شيء جديد كل شيء مبهم بيسبب لنا حالة وشعور من التوتر أو القلق حتى نحن كأشخاص كبار، فالاستعداد الجيد لهذا الشيء بيخفف عند الشخص حالة التوتر والقلق. إعادة تنظيمه لروتين اليومي بعد فترة دامت لمدة 3 شهور تقريبا من الفوضى عند أغلب الطلاب أو من الجلوس المتواصل أمام شاشات التلفاز أو أمام الأجهزة الإلكترون أو التابات، هذا الشيء بيعمل له عدم تنظيم وعدم وفوضى بحياته. فنحن لحتى نستعد لازم نستعد من قبل. نحن اليوم حلقتنا الحلقة كتير مهمة لأنه هي قبل 15 يوم، والاستعداد صحيح. كتير مفيد، لازم يكون قبل 15 يوم من بداية العام الدراسي الجديد حتى ما يسبب للطالب صدمة نفسية. أنا بيوم وليلة سحبت منه الأجهزة، نيمته بكير، نظمت له ساعات اللعب، ساعات الراحة. فنحن الاستعداد جدا جدا مهم، بحسن من الأداء الأكاديمي إذا كان استعداد جيد، بحسن من الاندماج الاجتماعي مع رفقاته، بيعزز ثقته للطالب بذاته، بيروح متمكن، عنده توكيد ذات. تمام. نحن اليوم لما عم نحكي عن الاستعداد مو بس الطلاب لازم يكونوا مستعدين، لا لازم الأهالي يكونوا مستعدين أكيد. كمان والكادر التدريسي. إذا بدنا نركز على دور الأهالي اليوم، قد ايه ممكن فعلا يساهموا بتشجيع وتحفيز أطفالهم أو الطلاب على المدرسة كرمال يبلشوا بداية إيجابية، بداية ناجحة؟ خلينا نخبر. صحيح، الآباء لهم دور جدا مهم، وخلينا نذكر أكثر من الآباء مقدم الرعاية، لأنه بسبب الظروف اللي عشناها قد ما يكون الطالب عايش مع أهله الأب والأم، فمقدم الرعاية اللي هو عم يرعاه طبيا صحيا نفسيا دوره جدا جدا مهم، لأنه الطالب اللي عم يعيش ببيئة داعمة محفزة مؤمنة من جميع النواحي وخاصة الناحية النفسية، هذا الطالب اللي في حدا عم يسمع له، عم يصغي له، عم يشجعه، عم يعززه، أكيد ما رح يكون مثل الطالب اللي ما عنده البيئة الداعمة والكافية. ومو بس هلا بالمدرسة، كمان للمدى البعيد الشخص المدعوم نفسيا رح ينتقل هذا الطالب لمؤسسات الدولة الأخرى مثل الجامعة، مثل الوظيفة، مثل بيسبب له توكيد ذات وبيسبب له دعم لذاته. إضافة لتحديد أهداف واقعية للأهالي كبداية، نحن نقول استعداد يعني نحن نقعد نحط أهداف، هاي الأهداف بدها تكون مناسبة وواقعية ومنطقية وقابلة للتحقيق، وليس أهدافي أنا كأم أو أهدافي أنا كأب أضع على طفلي، أعرف شو هي قدراته، شو هي إمكانياته وأقدر أشتغل له عليها. إضافة لتعزيز ثقته بنفسه وتذكيره بالقصص النجاح السابقة اللي صارت معه، يعني بتذكر السنة الماضية لما جبت العلامة الفلانية، كيف أنت تكرمت، كيف أنت عملنا لك الحفلة الفلانية، كذا كذا. الاحتفاء بكل
إنجاز هو بيعمله سواء كان كبير أو صغير. يعني إحنا بنستنى لآخر العام لنعمل حفلة التخرج لأولادنا أو لنعمل حفلة الجلاءات، الاحتفاء بكل إنجاز صغير وتقديره. وجبت 9 أوكي، جبت 10 أوكي، برافو أحسنت، يعطيك العافية، تقدير. مرة تانية حنجيب علامة تانية، وأنا أروح أدور شو سبب أنه ابني أخذ هاي العلامة المتدنية أو العلامة الناقصة. بس أنا بقدر هذا الجهد، مو بس بشوف العلامة الناقصة، بشوف العلامات اللي هو حصل عليها كمان. إضافة لتأمين البيئة الداعمة والمشجعة، عدم مقارنته بالآخرين من بداية العام الدراسي، تأمين البيئة، تأمين المواد القرطاسية والأدوات اللازمة لدراسته، الحكي بطريقة إيجابية عن المدرسة. من شوي حكت الأستاذة أنه يلا هلأ رح أسحب الموبايلات لأنه جاي المدرسة مثلا، أو تهديد. يعني هذا الأسلوب المتبع هو بيعطي صورة للطفل، بيشكل عنده صورة أنه المدرسة فوبيا. هي الفوبيا تمام. هي الشيء السلبي، هي الشيء المانو محبوب. فبتلاقي أغلب الطلاب رايحة غصب عنا الصبح على المدرسة، أو بتحجج الصبح بشيء ألم بجسمه. أكيد أنا كنت أعمله كثير. أكيد هدول القصص يعني مرقنا، كل حدا فينا مرق بهي الفترة، وبنرجع في ذكريات عالقة بذاكرتنا، ممكن شكلنا خوف، ممكن شكلنا فرحة برجعة المدرسة. خلينا نروح للأطفال ولليوم الأول، يمكن هاي النقطة جدا مهمة نركز عليها. هلا طفل متعلق بأمه، ونحن بنشوف أحيانا في طفل ما بيتحرك خطوة برات أمه كي ما بقول هيك، أو والده يعني. فأنت بتيجي بيوم صباحية أول نهار المدرسة، بتحطيه بالمدرسة، بصير يبكي، بيقولوا لك تركي وروحي. يعني هذا الاسلوب ما بعرف نفسيا او تربويا اذا صح او لا. فبروح الام عم تبكي والولد عم يبكي. خلينا نحكي عن هذا اليوم، التهيئه من قبل، التعريف بالمدرسه، الاتفاق مع الكادر التدريسي، هذا الاستعداد، هذا اللي انت حكيتي، هذا تعريف الاستعداد. انا كيف يقدر ابني ينفصل عني جسديا، لانه مثل ما حكيتي كثير من الاطفال حتى ما بيفارقوا جسد الام، بضل جنب الام. بدايه يعني نبدا فيه من قبل باسبوعين، كانت فتره من الفوضى، عايشين خلال 3 شهور العطلة الصيفية، رحلات، تنزهات، عم يعملوا القصص اللي هن بيحبوها، عم يسافروا، عم يقعدوا ساعات طويلة قدام شاشات التلفزيون أو ماسكين الأجهزة الإلكترونية. فنحن هلأ لحتى الطالب ما ينصدم من أول يوم، أوكي أنت اليوم رح تنفصل عني، أنت رايح على المدرسة، تمام؟ نحن نبلش ننظم جدول من له، جدول دراسي، جدول مرافق للحياة الدراسية. بيتخللوا هذا الجدول ساعات الراحة، اللي نحن بس نقول جدول دراسة يعني ايمت تدرس وايمت ترتاح. بيتخللوا أول شيء ساعات الراحة، بيتخللوا الهوايات. أنا ابني شو هي هواياته؟ رسم، موسيقى، سباحة، رقص. أنا حطه بهذا الجدول الدراسي. ساعات النوم، ساعات الاستيقاظ، وليس فقط في أيام المدرسة، إذا يوم الجمعة والسبت أيام العطل. أنا لحتى الجسم يتعود أنه أنا في الساعة الفلانية وبنام الساعة الفلانية. عود الولد على الانفصال الروحي عني، الانفصال عني بتكوين علاقات وشبكة، شبكة علاقات اجتماعية. في 15 يوم مفروض يكون دم، مفروض يكون من قبل، بس بما أنه اليوم حلقتنا قبل 15 يوم تقريبا، من هلأ خلينا نبلش، من هلأ خلينا نبدأ. تفصل بالتعنيف يعني؟ لا، هلأ الأسلوب هو اللي بيلعب دور، بالكلمة الحلوة، بالترغيب، بالتعزيز ثقته بذاته. أنت صرت كبير، أنت شاب، أنت واعي، أنت ناضج، هلأ رح تشوف رفقاتك بالمدرسة. هي الكلمات الإيجابية. نعم. وهذا الحديث الإيجابي عن المدرسة هو اللي بيعزز عنده ثقته بذاته، وبيبعد عنه الفوبيا والخوف، وبيعمل إزاحة للتفكير السلبي. إضافة لهذا الشيء، في كتير شيء مهم هو النمذجة. أنا لما كأم أو كأب عم بحكي عن المدرسة بطريقة سلبية، الولد رح يتقمص هذا الشيء، أو عم بحكي عن الدراسة بطريقة سلبية، الولد رح يعمل هذا الشيء وتحفظ هذا الشيء. فأنا كأب دراسة حلوة، بحفز العلم، بحفز بجيب المواد اللي هو بيحبها. اليوم رح ننزل على السوق، لأنه مثل العيد، كيف العيد، اليوم رح ننزل على السوق، رح نجيب الألوان اللي أنت بتحبها، رح نجيب الألوان الملونة. من هلا رح نعمل أنا وياك جدول الدراسة وجدول تنظيم الوقت.
يعرف هو انه رح ينظم وقته. خلي يشارك معي، معلش حلو نحط طاوله او نقعد هيك على الارض ونظبط ونرتب انا وياه، شو الالوان اللي بتحبها نحطها بهذا الجدول، شو الالوان اللي انت يعني بتفضلها اكثر من الالوان الثانيه. خلي هو بايده يلون، هو بايده يرتب، هو بايده يشارك بهذا الشيء ليحس بالمسؤوليه انه انا مع ماما حطينا الجدول الدراسي، كثير مهم. تمام، بما انه ذكرتي جدول الدراسه وجدول تنظيم الوقت اليوم، دايما لازم نعرف انه هو اليوم بيفرق بين المراحل العمريه، بين المراحل الدراسيه، ان كان بوقت الدراسه، ان كان بوقت الاستراحه او بوقت النوم، دايما لازم اليوم ننتبه لاداره الوقت لانه فعلا بيساهم اليوم بنجاح العمليه التعليميه. صحيح، اداره الوقت بتختلف، وتنظيم النوم وتنظيم التغذيه حتى حسب المرحله العمريه، فرياض الاطفال غير المرحله الابتدائيه، المرحله الاعداديه ثانوية. لازم يكون على وعي بهذا الشيء، ان نفرق حتى بين الفروق الفرديه بين الاولاد، يعني ما هي هيك نظام واحد بروتوكول معين هو بينطبق على ابني اللي بالروضه نفسه ابني اللي بالبكالوريا. تمام. فانا كثير منيح كون مراعي هاي الفروق الفرديه، حتى الفروق الفرديه بين الذكر والانثى، يعني الانثى مو مثل الذكر، يعني هي ما بتفضل الاشياء اللي هو بيحبها ولا العكس. صحيح. كمان فكثير منيح انا كون على وعي بهاي القصص، اقعد معهم افهمهم اسمعهم، ماما انت شو بتحب، انت شو بتحبي، انت شو بتفضلي، مثل الاستبيان يعني بس بطريقه شفويه. ساعات النوم لازم تكون ساعات كافيه، بلش اعودوا عليها من هلا، من قبل بدايه المدرسه، نوم كافي. انا كأم اعرف كيف ضبط طريقه نوم الاولاد، يعني من الاضاءه، من الحراره، حراره الغرفه، من اللباس، من اصغر التفاصيل. صعب هي تمام. وخاصه ابتعاد عن الالعاب التشويقيه والالكترونيه قبل ساعات النوم، لانه بتحفز او بتخفف من هرمون الميلاتونين اللي هو مسؤول عن تنظيم النوم. فانا لما اعمل غرفه مظلمه هاديه، شجعهم على ممارسه اشياء قبل النوم مثل الاستماع للموسيقى هادية أو قراءة القصص، هذا بيساعدهم على تنظيم النوم. مو هي فرض يلا أنا اليوم ساعة 8 بدك تنام، لا، هي شيء تدريجي. هي شيء تدريجي رح أعودهم عليه، شيء تراكمي، يعني ما هلأ مباشر. تمام، هي كتير منيح، لأنه كتير منيح الأهل يوعولها، لأنه ببلش بقى هون في أساليب العقاب، والولد نحن ككبار ما فينا بيوم وليلة حدا يقولنا عمل هذا الشيء. تعويد، الشغلة تعويد. إضافة للتغذية، ثلاث وجبات باليوم كتير مفيدة، نحافظ على وجبة الإفطار لأنه هي بتساعد على التركيز، بتساعد على التنشيط الذهني، الابتعاد عن الملونات والأغذية الملونة والأغذية الجاهزة، لأنه هي كتير في دراسات بتقول أنه مثل الشيبسات والبسكوت وهالقصص الصبح بتعمل انخفاض بالمزاج وبتعمل خمول للطالب. ما في طاقة بتشعري. طيب دكتورة، هيك سريعا اليوم كونه عم نحكي عن التهيئة النفسية، التهيئة التربوية، كرمال ندخل المدرسة يعني بإمكانيات جيدة، نحن عم نحكي عن تشاركية ثلاثية بين الطالب، الكادر التدريسي والأهل. اليوم إذا ما كان الأهل مع الكادر متفقين على نظام معين، بجوز هذا الطالب عنده ضعف بناحية معينة، يعني بقدرات ممكن تكون عنده مشكلة. صحيح. ما فقديه مهم اليوم هاي التشاركية والمتابعة؟ جدا مهمة، جدا مهمة من الناحية النفسية والتعليمية والاجتماعية حتى. كثير بنفرح نحن لما كنا، اذا بتتذكروا لما حدا من اهالينا يجي لعنا على المدرسه. انا ما كنت افرح مش عارفه. فتعزيز التواصل والتعاون بين الكادر التدريسي وبين الاداره، حتى الاداره المدرسيه وبين الاهل، جدا جدا امر مهم. اول شيء الاهل بيصيروا بيفهموا مشاكل اولادهم وبيتفهموا احتياجاتهم. نعم. لما يسمعوا ويشوفوا الكادر التدريسي اللي عم يحكي عن هي القصص، انا كأنسة شايفه هو شو عنده نقص، شو عنده احتياج، هل عنده نقص بعيونه، هل هو فوضوي، هل هو عنده نشاط زائد بالصف. فلما يجي حدا من الاهل بيعرفوا وبيوعوا بهي المشاكل، وما بيتعاقب الولد على اشياء هو بيكون عنده مشكله فيها بس ما عم يقدر وما عم ما بيعرف هو يساعد حاله. اثنين، فهم مثل ما قلنا المشاكل السلوكيه من الخجل، من الخوف، من الانعزال، كثير من الاولاد
عندهم انعزال، قضم الأظافر، شد الشعر، هي القصص كلها يمكن تكون بفترة بمرحلة المدرسة، بس بالبيت الولد ما بيعمل. لما نعالها ونفهمها بتخفف عنا الروحة للاضطرابات النفسية، يعني بدل ما أنا هلأ حل المشكلة وهي صغيرة وهي خفيفة، أحسن ما تتراكم وتتفاقم ويصير بحاجة بقى لاستشاريين وأطباء. أكيد. بالختام دليدا كنتي معنا دكتورة بالإرشاد النفسي، شكرا لك ولكل النصائح اللي قدمتيها لليوم. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا فيكم. شكرا دكتورة لحضورك اليوم، وهيك نتمنى اليوم تكون هالمرحلة خفيفة على الأهل وعلى الأطفال، ومن هيك نقول كل عام وانتم بخير إن شاء الله بقدوم العام الجديد. شكرا دكتورة.